شاء الله يا مولاي أن نصل متأخرين، فوجدنا عدو الله توفيل بن ميخائيل قد نكب المسلمين من أهل زبطرة نكبة عظيمة، فقتل منهم خلقا كثيرا وأسر أعدادا لا تحصى، ومثل بمن صار في يده من المسلمين فسمى لأعينهم وجدع أنوفهم وقطع آذانهم وارتكب ما لا يستطيع الوصف أن يبلغه ولا العقل أن يتخيله. إن دماء هؤلاء الضحايا لا يحمل وزرها توفيل وحده، إن وزرها هنا. أنا المسؤول عن هؤلاء الضحايا أمام الله إن لم أثأر لهم. أنا خليفة المسلمين وأنا إمامهم، وأنا المسؤول عن حمايتهم. لا عاش ابن هارون الرشيد إن لم يثأر للأطفال والشيوخ والنساء، لا عاش المعتصم إن لم تجد المسلمات من يحمي أعراضهم. لقد أخبرني هذا الرجل يا مولاي أمرا يجب أن تسمعه. قل إني أسمع. يا مولاي، لقد عذب الروم امرأة اسمها شراتة العلوية، وساقوها سبية ونكلوا بها وقد صرخت بأعلى صوتها: ومعتصمة ومعتصمة ومعتصمة. لبيك يا أختا، لبيك يا أختا، لبيك يا أختا.